السلام عليكم، معكم حسان في لعبة Ghost Runner. اللعبة لسه ألفا ديمو جديدة، نجربها إن شاء الله تعجبكم. لا تنسوا تشتركوا في القناة وحط رايك عليكم مقطع. Let's go. أوكي، بسم الله. New game. ما أدري، أنا شفت اللعبة نظامها لعب سريع وكذا، ما أدري شطرح طريقتها، بس خلينا نشوف إيش السالفة. الله يستر. ايوه. You're alive. Can you hear me? هلو والله. They are already looking for you. هلو والله. هلو والله. Your implants are still adjusting to the software. اوه حاطي فيه زرعات. I'm in a prison. I can calibrate only your basic protocols from in here. It'll have to suffice for now. قاعد اجرب ترى التحكم، معليش. طيب خلينا نشوف. كراوتش هذا يقعد. اوكي، وش ذا الباب؟ دام يا حبيبي. هاي وش سويت انا؟ مشكلة اللي ما يقرا، مشكلة اللي ما يقرا. اوكي طحت. اركض على الجدار. اوكي والله اني مستعد. ايوه، تريسباسر يقولون في واحد داخل. هو انا. اوكي، في واحد هناك. اوكي، ادري شلون اطق. ابلع يا حبيبي. اوه هذيك فوق، شلون بدي اتسلق؟ اوه مش على الجدار هذا. اوكي كذا. شلون يا حبيبي على اللحسة؟ ويت. اوكي حلو. عمري بوتيد يور اكسلريشن موديول، يو شود بي ايبل تو سكويز ثرو ذات توربين. يا حبيبي. ابغى شفت وات. يسوي بلينك يعني بالهواء. اوكي اضغط معاه شفت. اوكي حلو. بالغلط. لا شوف وين علقت. اوكي ما مت يا عيال. التحكم لسه صعب. The trespasser is in the air ducts. Careful now. They'll be waiting for you. Initiating the sensory boost. Focus. Don't embrace the software. وشو؟ عليك على شفت بعدين. عشان اسوي دوج حلو كذا. اقدر اسوي دوج حلو. والله ما تسكت انت، ركز عشتني يا حبيبي. اللعبة سريعة حلو، ما احتاج اسلق جدران، اطول شفت بس. نايس. ليه ما طلقة واحدة مات يا عيال؟ موت بسرعة. طلقة واحدة يموت يا عيال، مشكلة تحكم صعب. والله يا زع. ابلع. طيب يا اخي خلني اطمر، عطني فرصة يا شيخ. الله يقلع ابوهم يا اخي، طلقة واحدة يموت. بسم الله. ابلع يا شيخ، الله يقلع. ايش صار؟ الو، مدينة لوت شيء يا اخي شيء. ديم والله قصيته قص يا حبيبي. اوكي اللعبة مشكلتها طلقة واحدة خلاص، ودع. Use the surfaces to your advantage. أبشر. تحلق يا حبيبي. أفا. لا ما اتفقنا، اصبروا. شو الوضع؟ انزل هناك ولا اروح لمن فوق؟ خل اروح لمن فوق. نو القهر. ما
مالك مالك مالكم. أنا لو تخلي عن الفلسفة أصبر أموت. لا والله ضغطت يا واجد. أطلق ليه يا أخي ليه؟ شفتي أوكي إيه يا بجي خبلع الله يقلعك ابلع. مشكلة إذا تحمست. مش قال ما سمعت إيش قال. وين أروح؟ ألو أيوة. في أحد؟ ما في أحد. أوكي كويس. شت قفل على الباب الله يقرحهم. بسم الله. والله إنه إمبوت يا شيخ. شلون جابني الكلب؟ وينهم؟ بسرعة وينهم؟ من بطاب إلا وأنا شايفهم. هذا واحد. أوكي. إيش مكتوب؟ ممنوع على الراجلين. أوكي. وش في طريق هنا؟ هنجي من ورا. تعال ابلع ابلع ابلع. في واحد هناك. اوكي جايك الكلب. ابلع يا شيخ. والله لعبتها صح. دايم اللعبة. اوه هذولين طلع. اوكي 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 هذا كان باقي الكلب. بسم الله. ما في صد يا اخي المفروض اقدر اصد. والله مشكلة طلقة واحدة تموت. اوه خلصنا الليفل. اوكي 8 دقائق 27 موت. يلا يلا كونتينيو اللي بعده. يوه والله لعبة تحمس الزبدة. السلام عليكم. وشو هذا؟ اوه رايت كليك. اوكي حلو. لا مشكلة ما ادري وين قاعد اروح. اوه بغى يحرقني. ايش قاعد يقول ذا؟ اوه لازم نلقى خوينا ذا. هلا والله هلا والله. الله يقلعك والله يا صادني الكلب. ما نوري امك. انا اوري امك. اطلق. والله ما ادري ايش قاعد يصير. عزبنا. كثركم. ريلاكس يا شباب ريلاكس. واحد واحد. اوكي اوكي. قتلني وقتلت الله يقلع الكلب. ابلع. اطلق. لا يا عيال شلون قتلني الكلب؟ اخر واحد كان. يلا اطلق بس يا حبيبي. ابلع ابلع يا كلب. اوكي وش هذا؟ نيو ايتم ريكوايرد. وش سالفته؟ هاي برودكشن. اوكي فلاير هذا بس كذا. بطيح يا كلب بطيح. Prisoner termination protocol initiated. اوكي ناويين يجلدوني ها؟ بموت. الجدار مفروض يا غبي. اوكي 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 مديني مديني.
اطلق بس. حلو حلو. وينهم؟ هلا والله. ما في احد هنا؟ طل من امكم تجيبوني. ابلع لا ضد. احس اني كذا مرجف يا رجال. افتح الباب بس يلا خلنا نفزع لخوينا. وش خلصنا المرحلة؟ طلعنا خوينا الظاهر. اوه كفطونا الظاهر. كان هذا فخ. اوكي مسك الكهرباء ما يقدر يفك الحين. طلع. اوكي طلعناه. هلا والله. هلا والله. الله يستر. الله يستر. وش ذا بيهكرني الكلب؟ هذا معي ولا ضدي ذا؟ اوكي ظاهر دخل في اللعب حقي. برمجة واخترقه والله ما ادري. Welcome to Cyber Void. هلا والله. Time to fix you up. You okay. can talk here, by the way. Okay. Who اقدر اتكلم. Are you? هذا انا. You can call me Architect. Architect المصمم او المهندس. Who am I? You're a ghost runner. Number 74 to be precise. 74. That will have to do for now. Your physical body is vulnerable. Time runs slower here. But we should still hurry. أوه أنا سريع يعني الوقت هنا بطيء مرة فقاعد أمشي بسرعة. أوكي وين أروح؟ أنت من أروح؟ وش المتاهة هذه؟ وين أنت؟ أوه أنا طحت في ما أدري إيش صار إذا كان في فايت وطحت ولكني عشت الطيحة. Yes, your bodyguards, peacekeepers, arbitrators. كانوا ناس يوظفونا. Anything else we needed you to be? You tried to stop the coup. يعني كانوا الناس يوظفون يشغلون عندهم نحارب لهم كذا واخويا الظاهر كلهم ماتوا ما عدا انا طحت طيحه ونجوت منها. كنا نحاول ننقذه ومات بس ان عقله لسه موجود هنا مبرمج. يا حبيبي جانا من لحس الزبده. اسكت يا اخوي خلني الحق. يعني ما اقدر يعني اركض يا اني اسمع كلامك ورع بسرعه ما عندي وقت يا ابوي. حنا متعودين على السرعه خلاص. Who repaired me? That would be the climbers, a group of rebels. Okay, who was an ally of Mara? وصلحوه يعني بعد ما طاح. They'd been killed before I managed to contact you. But there's no time to worry about them now. We're almost done here. Press on. هلا والله. رجع لي سيفي الحين. ممكن لسه ما رجعت للطاقة حقتي. شو سوي الحين؟ يا الكلب عيدها كلها يا عيال يلعب المشوار. اوكي انا ايش معجلني؟ انا ايش معجلني؟ اوكي she managed to win. I was stabbed in the back. We both were, you and I. Who was she? Was a dear friend. اوه هذه قتلتها. Brilliant scientist. يخرب بيتها شكلها قوية مرة. Who is she now is the question you should be asking. هي عالمة كانوا أصدقاء يعني هي والارك اركيتكت هذا اللي قاعد يكلمني ودرت فيه. Among the people of Dharma Tower would. والله أحس إن اللي قاعد يكلمه هو الشرير أصلاً. I need more answers. And you will get them. For now, trust me. The Keymaster is your enemy and a tyrant. كي ماستر يقول هو العدو يبغاني اثق فيه بكلامه. نشوف شوف اخرتها. الله يستر انا ما ماني مطمن احسه كذاب. زد هو الحين داخل عقلي يعني عشان كذا يوم مسكني الكهرب دخل جاء هو دخل في عقلي الحين قاعد يعني يتكلمني. طبعا انا كمبيوتر يعني بالاخير ما اتوقع انه بشر. يبغاني اقتل مارا البنت You'll have to relearn a few things. اللي قتلتها وضربت فيه. Tweak your performance, but first jump. أبشر ها طمرت. And it's much quicker this way. Okay, الحين بنرجع للحياة الطبيعية. Okay,
الآن ظاهر الخطة أن أرجع ويعلمني من جديد كيف أنا كنت قوي، يعني يعلمني الأشياء اللي كنت أعرفها أول، لأني ظاهر فقد الذاكرة وفقد مهارته بعد ما طاح الطيحة. المهم فبيعلمني وكذا، بعدين نروح نحاول في الأخير نوصل للبنت اللي قتلتها ودرت فيه ونقتلها. بس أنا أتوقع في تويست في الموضوع أنه هو بيكون الشرير، والله أعلم. يمكن تحريات في الأخير. زبدة راح نوقف هنا، شاركم استمتعتوا، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وحطوا لايك على المقطع. سلام.